رجعنا من البريك لنتابع معكم مشاهدي سوبورا تي في بحلقتنا لليوم ببرنامجنا كل يوم بأمه. شلون نقدر نكون إيجابيين بحياتنا وأهمية الإيجابية بالحياة لحتى نقدر نحقق طموحنا وأهدافنا؟ شلون نقدر نتغلب على الماضي ونقدر نفكر بإيجابية للمستقبل؟ هاي النقاط رح تكون محور حديثنا لليوم مع المدرب واستشاري العلاقات مسيو بشارع حداد. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة عبر شاشة سوبورا تي في. مرسي لك مريم ومرسي لاستضافتكم. شكرا شكرا لحضرتك، سعيدين بوجودك معنا لحتى نستغني ونستفيد أكثر بهذا الموضوع، موضوع الإيجابية. ولكن بداية، في كثير أشخاص عم بيقولوا ليش من الصعب أنه نحن نقدر نكون إيجابيين ونفكر إيجابية بحياتنا وتصرفاتنا؟ نعم، بالمبدأ ما في حدا ما بيحب يكون إيجابي، ولكن بنلاقي حالنا ما بنقدر، لأنه الإيجابية ما بتجي هيك، يعني ما بتجي بالفطرة أنه أنا بوعى الصبح بدي إيجابية وبصير عندي إيجابية. في عنا معارك كتير بدنا نخوضها، بدنا نشتغل تنوصل للإيجابية، وبنقدر، أكيد بنقدر نوصل. هلا أول شيء بدنا نعرف أنه في معركة روحية بتحاربنا، بتخلينا نتضايق، أوقات بتأثر علينا، بعدين في تواصلنا مع بعض بيعمل مشكلة، وهيدا الشيء كمان بخلينا ما نكون إيجابيين كتير، وبعدين في الحياة صعبة، في ظروف الحياة كتير صعبة بتخلي الإنسان ما يكون كتير إيجابي، يعني ليك مثلا حوالينا بالبلد العربي شو عم بيصير. فكل هول الأشياء بيحبطونا وبيخلونا نتشائم شوي، يعني بفوتوا الوجع على قلبي. أنا باللحظة اللي بفوت الوجع على قلبي وما بعرف أتصرف فيه، طبيعي نتيجة هيدا التفكير أنه أنا هالقد موجوع بده يطلع تصرفات سلبية، وما رح أقدر أبداً أفكر بإيجابية حتى لو شديت على حالي، أنا ما بقدر. ولكن من ناحية تانية بدنا نعرف يا مريم أنه نحن في عنا قدرة سيطرة على دماغنا 90% إذا مش أكتر، يعني شو منقرر بصير. فإذا نحن فينا نحول هيدا الوجع اللي عم نتلقاه تما يخلينا ننهار ونبلش نفكر بإيجابية، على شرط بدنا نتعامل مع أوجاع الماضي، بدنا نعرف كيف نبرمج عقلنا بالحاضر، وكمان بدنا نشتغل على خوف المستقبل. يعني هو ثلاث مفاصل أساسية اللي هن الماضي، الحاضر، المستقبل. هو بدي كل واحد له دواء معين، كل واحد له شغل معين، بس اتصرف فيه أكيد بقدر أوصل للإيجابية بالقوة اللي بمتلكها، بقوة الحرية والإرادة اللي عطاني هي الله طبيعي. تمام، خلينا نحكي ونبلش بالماضي، وأكيد أوجاع الماضي والتجارب اللي كل شخص عم بيعيشها بالماضي عم بيكون في إلا تأثير على حياته بالوقت الحاضر والمستقبل. فإيش المفترض اللي يعمله هذا الشخص أو كل شخص عنده أوجاع بالماضي لحتى يقدر يفكر بإيجابية بهذا الوقت؟ كثير منيح. ما في حدا منا، خلينا نتفق أول شيء، ما في حدا منا مش متعرض لك كثير أوجاع بالماضي، هيدا طبيعي. هلأ وين؟ نحن دايماً دماغنا بيقلنا خلينا نتخطى هالشي وما نحكي عنه وما نطلعه لبرا، يعني ما نعبر بسهولة عن أوجاعنا، وهيدا أول ضرر بنأذي حالنا فيه. نحن كل ما ننوجع تالوجع ما يكسرنا لازم نعبر عنه ونحكي عنه. هلأ كيف بدنا نحكي عنه بطريقة سليمة تنستفيد، يعني مش انه نضلنا عم ننق او نحط حالنا بموقع انه نحن ضحية ومعطرين، والا بدنا نفوت بلعبة تانية بتصير عم نفوت بالسلبية الى اقصى الحدود. شو هو التعبير عن الوجع؟ كل شيء تعرضنا له بالماضي لازم يكون عندي مطرح امن وسليم مع شخص معين بقدر خبره عن وجعي. هيدا الإنسان يكون مستمع أمين، يعطيني quality time، يتطلع بعيوني، يسمعني، يفهمني، ومن دون ما هيك يسخف الموضوع اللي أنا عم بحكيه، أو مثلا اللي يشوف مصيبة غيرك بتكون مصيبتك على أساس أنه هيدا الشيء معقول يشجعني. هو بده يعرف يتواصل معي عاطفيا، يعني يعطيني empathy، يعطيني التعاطف إذا بدك، يعني يحس بوجعي. لأنه ليك يا مريم، نحن وقت ننوجع مش الوجع بس هو اللي وجعنا، نحن اللي وجعنا هو نحن بنحس حالنا وحيدين. صح. فبوجود شخص معين حدنا عم يسمع، مستمع امين بمطرح امين، بعرف انه قصتي مش رح كل الناس يعرفوا فيها، مش رح يتمسخر علي بهالوجع اللي قطعت فيه.
بيكسر لي شعور الوحده وبلش اعرف اعطي قيمه للوجع اللي انا قطعت فيه. فهون ببلش اذا بدك عيش مسيره الحزن، يعني اوجع على وجعي بطريقه سليمه، ولكن بعد فتره بتخطيها وبوقف على اجري وبتصير قصه، بس على شرط بيكون عالجتها، ما تركتها بدماغي وعم تنزف وجع صح. وذكريات مؤلمة من دون ما حدا يتواصل معي فيها وتصير مسكرة براسي وتأذيني. صحيح. فهذا الشيء كثير مهم. أكيد مسيو خاصه بال بشارة. نعم. نعم، تفضل. كنت رح أنوه على هاي النقطة اللي هي إنه نحن ضرورة نحكي بالأوجاع اللي عشناها ونختار الشخص بطريقة صح، لأنه مثل أي جرح جسدي إذا بس تم تغطيته ما طلع الشيء اللي جواته رح يلتهب ورح يوجع أكتر كمان، فنفس الشيء الأوجاع النفسية اللي أي شخص عم بيعيشها. 100% تشابه الجرح الجسدي والنفسي مثل بعضهم اكزاكتلي، لانه لازم نعالجه والا العمل بيضله جوا وبيسكر بس من برا. صح. والمهم كمان ننتبه للشغله الاساسيه انه ما فينا نعالجه لوحدنا. اوقات كثير بنفكر انه ما كل الناس مش منيح، كل الناس ما بيعرفوا، ليش بدي عتل هم الاخرين؟ ابدا هيدي فكره غير سليمه، لانه الله اوقات بحاجه لناس تيداوي. يعني مثل ما حضرتك شرحت جرح الجسد انه بده حكيم، ليش ما نروح ساعتها عن حكيم فيطبطنا؟ فشخص ذو مفهوميه معينه بيقدر يعطينا التعاطف، هيدا كثير سليم، بيرتب لنا قلبنا على كل شيء قطعنا فيه بالماضي، والا ما رح نقدر نخطي خطوه المسامحه ومعرفه شو صار معنا وليش هالقد انوجعنا. فهيدي النقطه كثير اساسيه. وقت نعالج الموضوع يلي هو بالماضي بهالطريقه، اكيد انا بكون منفتح على تلقي الايجابيه، اصلا بيكون في عندي المقدره استوعب الايجابيه، لانه قد ما تشرحي لي الايجابيه وانا علقان بوجع الماضي ما رح اعرف اتصرف فيها، بدها تضلها تقل علي. صحيح. هاي بالنسبة نعم. للماضي وأوجاع الماضي. إذا بدنا ننتقل للنقطة الثانية وهي الوقت الحاضر اللي عم بنعيشه هلأ، مثل ما ذكرت بالبداية أنه نحن نقدر نسيطر بحوالي 90% على دماغنا والقرارات اللي عم تطلع، فأنا شلون أقدر أبرمج عقلي لحتى أقدر أعيش الإيجابية بالوقت الحاضر؟ أكيد العقل بيتبرمج. يعني إذا أنا بقول لحالي كل يوم إنه أنا إنسان جيد، كتر خير الله اني خلقت، بعد فتره 15 20 يوم بصير مبسوط بوجودي. واذا الصبح انا وعم بوعى بلعن او بقول كلمات نابيه عن الوقت اللي خلقت فيه، بعد 15 يوم بدي اكره حالي. يعني انا شو بعلم دماغي بيستجيب الي وبيكمل معي. فانا قادر سيطر باي معنى. اول فكره، في كثير افكار رح اعرض شوي منهم اكيد. إظهار الثقة بالنفس عبر تعبير الجسد، شو يعني؟ يعني أنا ما بدي حسس، هلأ نحن وقت نتعب ويصير في عنا كتير مشاكل، هلأ إذا بنحضر تلفزيون أخبار على المجازر اللي عم تصير، بتحسي إنه وجهك صار كئيب، بصيري صح. هيك من حنية هيك، وبتحسي إنه داون، يعني الحياة إنه شو فيها الحياة، ما بنعرف إمتين بنموت. كل ما أعمل هيدا الشيء، يعني الدماغ عم يعطي أمر لجسمي إنه أنت مهزوم. بهيدي الحالة أكيد بدي فوت بالسلبية، بينما أنا شو بعمل؟ لو عندي هيدا الشعور بدماغي، أنا بجلس كتافي، بجلس جسمي، بقول له لا أنا إنسان جيد، بدي شو كيف بدي أتعامل مع هالموضوع، يمكن ما عندي مقدرة أعمل شيء، بس على القليل يمكن بصلي لهم، يمكن بتعاطف معهم، مهم أنا ما بدي جسمي يمشي مع هالأفكار. ساعتها جسمي بيرجع بيعطي امر لدماغي بطريقه معينه، هو مش الجسم اللي بيعطي الامر، مهم انه بنوصل للفكره انه لا بشاره ما بيشي، شد حالك. بس يشد حاله بيرجع كسر هيدا الاحباط والسلبيه، لا انا انسان منيح، في صعوبات عم نقطع فيها، الدنيا فيها كثير اشرار ممكن تاذي، ولكن ما بدي خلي جسمي يعيش هيدا الشر وهيدي السلبية، لأنه في ناس عاطلين ما عم يعرفوا يتصرفوا. فلا بدي حاول أنه يكونوا قراراتي نعم نعم، لا لا، بدي يكون واثق من حالي. الثقة بالنفس كتير أساسية. يعني أنا إذا بتطلع فيك يا مريم وتشوفيني ضعيف، لا شعوريا بتحسي أنك بدك تنقضي علي فكريا، عم بحكي صح إيه على فكرة، بينما وقت برهن انه انا قوي ما في حدا يقرب علي، ففيني ضلني حس الايجابيه بطريقه كثير سليمه.
هيدي نقطة. إذا ما فت فوت كمان على نقطة تانية هيك عم جرب أعطي شوية نقط ورا بعضهم، نعم هي إنه نحن كتير حلو إنه إذا بننظم عالمنا ونترك الآخرين، نحن شو بصير وقت نحس السلبية وقت نشوف هيك في مشاكل كتير حوالينا، بصير كل ما حدا يغلط ليك أنت عم تعمل هيك، عمول هيك بدل هيك هيك تيمشي الحال، بنسى حالي، بنسى انه انا كمان تعبان، روح بصير بدي ظبط الكره الارضيه والبشر، كانه انا المنقذ، ليكي ظبطي هيك، اعملي هيك بشعرك بتطلعي احلى على الكاميرا، ما بنتبه انه انا مش عم بنتبه لحالي، عم فوكس على الاخرين، وهيدي شغله كثير مأذيه بتفوتني بالسلبيه، لانه اول ما واحد ينوجع دماغه بيقول له راقب وانتقد، والانتقاد هو شيء كثير عاطل وبخليني فوت بالسلبيه. فإذا أنا إذا بس بتطلع بحالي وبلش نظم حالي بشوف أنا شو ناقصني تا أنا أتطور، هذا الشيء بيكون كتير جيد ومنيح وبيساعدني، كلهم هو الأشياء إذا بدنا نفوت فيهم بالعمق عم يساعدوني تا أتطور وبرمج دماغي تيشعر بالإيجابية. صحيح كتير حلو إذا بنهتم بحالنا، يعني مثلا إنه نحب حالنا، الحب الذات منه أنانية، أكيد ممكن يتطور وإذا تصرفنا فيه بطريقة غير جيدة يصير أنانية، بس حب الذات شيء كتير حلو، يعني حب حالي مثل ما بحب أولادي، كل شو بتمنى لأولادي بتمنى إلي، مش إنه يلا أهم شيء أولادي وأنا آخر همي وبعدين نشوف شو بنعمل، لا أولادي بيستاهلوا وأنا كمان بستاهل، يعني أعطي حالي قيمة مثل ما الله تجسد كرمالي وعطاني قيمة، ما بدي استخف بحالي، أنا إنسان جيد وبدي ضلني منفتح إنه أتعلم من الآخرين، لأنه ليكي وقت يصير في تشاؤم لا شعوريا بنحس حالنا عم نحط على إذاعات الأخبار وبنصير ندبرس أكثر، بطل ننفتح إنه نقرأ شيء، نتعلم شيء، نروح عند أصدقاء نحكي معهم أشياء حلوة. فهيدي الشغلة كتير مهمة إنه ننفتح نقرأ نتثقف نتعلم نشوف إنه في كتير أشياء حلوة بهالدنيا غير الأشياء السيئة اللي عم نقطع فيها، فهيدا الشيء بيساعدنا تنوقف شوي على إجرينا، وكمان في هيك شوية مهارات إذا بنلتزم فيهم بيساعدونا، يعني منهم إنه ما نكذب، الكذب نحن أوقات بمجتمعنا الشرقي نفكر انه شغله هينه، انه انا سبب بكذب بشتري مشكل هيك يعني ايه مثل ما قلت لك انه بشتري مشكل صح بعرف شو بعمل، انه اوقات هيدي مرجله انه انا عم كذب، بعرف زبط الكذب منيح، هيدا علميا بفوتنا بالسلبيه، يعني انا ما عندي امان، انا ما بعطي امان للاخرين، وطبيعي وقت ما اعطي امان ما رح يوصلني الامان، فانا اذا انسان ما بحس بالامان، لو قلتي لي يا مريم من هلا للصبح انه حس بالايجابيه، كيف بدي احس بالايجابيه؟ ما انا منهار. صحيح عرفتي كيف؟ صح فهدول الاشياء كثير مهمين حول هالموضوع، وضل في هيك نقطه كمان حابب نوه عنها هيك تفضل ببرمجه الحاضر، برمجه الحاضر هي انه ما قارن نفسي بالاخرين، لانه اوتوماتيكلي يعني هيك بطريقه دغري بتصير نهار اللي بشعر بالتشاؤم بصير قارن، طب ليش هيك ظابطه معه؟ ليش هيك اشترى سياره احلى مني؟ ليش هيك طلع بحلقه احلى مني؟ انا بدي اعمل هيدي المنافسه والمقارنه، كمان بتخلي دماغي يشعر بالسلبيه وينزلني لتحت، بكل بساطه محاربتها هي انه قارن نفسي بنفسي كيف كنت بالماضي وكيف صرت هلا، يعني كيف كنت من 5 6 سنين اذا عندي مقابله وانا عم حضر لها قبل بجمعتين وعتلين هم ومحمر وهيك، وكيف هلا بحضر قبل بساعه وبطلع كانه عم بحكي عادي، هيدا التطور اللي نحن عملناه لكل انسان عمله بده ينظر له بهالطريقه تنحس بايجابيه، ما فيني اقارن حالي بالاشخاص الاخرين بصير اندب حظي انه انا معطر وهن نجحوا وانا ليش ما عم تزبط معي، ابدا مش مزبوط، كل هول الافكار اذا بطرحهم على دماغي وبقول له انت ملزم تفكر هيك، بصير عندي مثل اوتوستراد هيك طريق كثير كبيره تفكر بالايجابيه واشعر فيها وانقلها لعائلتي وللاخرين.
صحيح، أكيد كل هاي النقاط مرتبطة كلياتها مع بعض، من حب الذات اللي عم بيخليني أكيد ما أقارن حالي بغيري، وبنفس الوقت أنا عم يعطيني هاي الثقة بحالي وأطور حالي أكثر. هاي بالنسبة للوقت الحاضر والشي اللي نقدر نحن نشتغل عليه حاليا، إنما خوف المستقبل، النقطة اللي ذكرتها كمان مسيو بشارة، هي يمكن هاجس لكلياتنا إنه أنا بالمستقبل إيش عم يستناني، فهي حالة الخوف عم بتسيطر علينا. شلون أقدر أتصرف بطريقة صح لحتى أبعد عن الخوف من المستقبل وأفكر له وأنظر له بإيجابية؟ المستقبل كمان أنا بدي سيطر عليه، ليك شو؟ الفكرة هي وين؟ أول ما قبل ما نخلص المدرسة بشوي قالوا لنا نفرح بشهادتكم، علقونا بفكرة إنه بكرة بس نتخرج نحن ننبسط، وتخرجنا بكرة بس تفوت على الجامعة تنبسط، بس تجوز نفرح بالشهادة الجامعية، وصلنا لها نشوف لك عروس تنبسط، بعدين اجت العروس امتين بدي يجوا هالولاد، اجوا هالولاد امتين بدكم تعمدون. ولا مرة المجتمع تبعنا معودنا نفرح، دايما بعدين بتفرح وقت يصير شيء حلو. طب والشيء الحلو اللي عم عيشه هلا انتين بفرح فيه؟ ما كأنه موجود. فشو تعلم دماغي؟ انه دائما الفرح بده يصير بالمستقبل. اوكي؟ طيب. المستقبل بخوفنا ليش؟ لانه تجارب الماضي واوجاع الماضي وجعتنا، فنحن بنخاف انه هذا الوجع يتكرر بالمستقبل. فنحن بما انه خيفانين من المستقبل ومفكرين السعاده بالمستقبل، الخوف اقوى من السعاده، بنضلنا خيفانين. فنحن عمليا شو لازم نعمل؟ كثير حلو اذا منعيش اللحظه الحاضره. انا هلا مبسوط، انا هلا مبسوط معك بهيدي المقابله على التي في، شو بده يصير معي بعدين؟ ما بعرف، بس تصير المعركه بوجهها. لانه دائما نحن الخوف هو وهم. دائما بنخاف من شغله منحسها هالقد 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 كبير كتير، بس نوصل له منشوفها هالقد. صح. ليه؟ لأنه هيدا وهم، نحن مكبرين الأشياء براسنا، ودائما منصير أن الله ما بيساعدنا، وكيف يا الله بدي أتخطيها، وعم صلي كرمال أتخطى المستقبل. ربنا علمنا شغلة بالإنجيل أنه هو ما بيشتغل مع المستقبل، بيشتغل مع الحاضر. يعني بس واجه هيدا الشيء، ايه ربنا رح يعطيني النعمة تسيطر عليه، وهيك بكون عم فكر بإيجابية. لأنه إذا بدي نق 20 سنة على موضوع بالمستقبل ما رح يتعالج أبدا. يعني أنا بدي هيك أذكر قصة من خبراتنا، من الأشخاص اللي بيجوا بيستشيرونا وهيك. رفقت شخص فترة شي 8 سنين، أكيد مش بطريقة دائمة، يعني أنه كل 4-5 أشهر 3 أشهر بيجي بيطلع عندي. كان عنده خوف أنه بس يتوفوا أهله شو بده يعمل، وهذا الشيء عمل له سلبية أنه شو بده يعمل، وعتلين هم وبيحبهم كتير. عمليا ما كان عم يتجاوب لأنه الخوف كان أقوى منه، ما بده يعني ما عطى المقدرة لحاله يسيطر على جسمه. وهيك عايش كل هالفترة بسلبية، خيفين من الوضع. بس بعدين وقت انفتح على العلاج، إذا ما نسمي علاج، وفهم أنه أنا بدي فكر بس بالحاضر، وربنا بيعطي قوة للمستقبل، باللحظة اللي توفى فيها بيو كان مسيطر على الوضع وتخطيها بطريقة طبيعية. أكيد كان في حزن، نحن ما نقول الحزن ما بيروح، ولكن كان عنده المقدرة يغير. فهيدا إنسان ربح الحاضر. فإذا ليش عم شدد إنه نحن ما بنشتغل على المستقبل؟ المستقبل بخوفنا، نحن بدنا نشتغل على الحاضر، لأنه الحاضر كله شايفينه، ما في شيء معتم بهيك، وما فينا ننبسط إلا بالحاضر. مش موجود السعادة بالمستقبل، بس يصير المستقبل حاضر ننبسط فيها. هيدي نقطة كتير، فكرة أساسية، إنه الوجع الماضي وجع المستقبل للمستقبل ما فينا نعالجه هلأ. فإذا هذه نقطة كتير مهمة، وفي نقطة كتير أساسية بتساعدني تحارب الخوف تبعي قد ما الحياة تكون ظالمة، قد ما الحياة تقسى علي، هن الأصدقاء الجيدين اللي حوالي. صح. نحن كتير نشتغل من نحن وصغار، نحن كنا بالمدرسة هيدا رفيقي، هيدا مش رفيقي، هيدا صاحبي، هاي مش صاحبي، عنا هيدا التحدي. وهلأ
عميل هنا بالسوشيال ميديا، انا عندي 5000 فريند على السوشيال ميديا، بس هدول مين بيكون حدي وقت يصير عندي مصيبه؟ ما بشوف حدا. عم بحكي عن الاصدقاء الجيدين اللي نحن بدنا نبني علاقه سليمه معهم. هيدا الصديق وقتها يكون موجود ويأكد لي انه بيحبني، يعني انا حدك شو ما يصير انا حدك وما بتركك. هيدي كلمة انا حدك وما بتركك هيدي اللي بتكسر شعور الخوف، وشعور الخوف وقت ينكسر انا بحس بالإيجابية. مثل عنوان حلقتنا، نحن كيف بدي احس بالإيجابية؟ بدي يكون مش خايفين. مين بيشيل لي خوف؟ الصديق السليم يلي بيعبر لي عن حبه. صح. وممكن يكون مستمع جيد يا مريم، يعني يسمعني يصغيلي ينصحني بالخير، لأنه الأصدقاء هني بفرجونا صورة جيدة أو عاطلة عنا. يعني أنا إذا كنت معبوطة شباب هيك، مجموعة شباب غير سليمين بيحكوا دايما على الخيانة، بدأت تنتقل صورة الخيانة لراسي وصير هذا التفكير سلبي موجود عندي. بينما إذا بكون مع صديق خير أمين جيد كمان بينقل لي صورة عن حالي، وأنا بصير أتطور حالي أكثر وأكثر، وهيك بتخطى الخوف تبع المستقبل وبصير ركز على عيشي بالحاضر. عرفتي كيف؟ وهيدي أهم نقطة لمعالجة الخوف. أكيد مثل ما عم بيقول مثل، عيش اللحظة اللي موجودة هي حاليا والباقي اتركه بعدين وبإيد ربنا. أكيد بختام حديثنا مسيو بشارة بنصيحة توجهها لألنا ولكل المشاهدين لحتى نقدر نعيش بإيجابية بحياتنا وتصرفاتنا. دايما بدنا نفكر أنه نحن قوية ونحن بنقدر نعمل كل شيء، ونحن أسياد على هالكرة الأرضية، مش لأنه نحن كتير مهمين، لأنه ربنا وقت خلقنا عملنا أحرار وعملنا على صورته ومثاله. يعني أنا إنسان حر، فيني استعمل حريتي للخير بحس بالإيجابية. أنا وقت أفضي حالي من الأشياء السلبية وأعمل أعمال خير وأعمال امتنان، كون ممتن لوجودي، ممتن لهالطبيعة الحلوة اللي حوالي، ممتن إنه في ناس خيرين عم يشتغلوا للبشارة، ممتن إنه في خير بهالدنيا، هذا كله بيساعدني تكون إيجابي، على شرط إنه ما انهار. الانهيار يعني بنعمل ديبريسيون، يعني اكتئاب، هيدا إذا وصلنا له كتير كتير مأذي. فإذا خلينا نفكر بهيدي الطريقة، أنا وقت أنبسط حلو أفرح، وقت أزعل حلو أحزن، عيش الحزن، مش ما تخافوا من عيش الحزن. الإنسان الموجوع خليه يبكي، خليه يعيش حزنه وشوي شوي بيطلع منه، مش دغري بده يقف على إجري. ولكن إذا بقينا وخلينا الوجع يكون قوي علينا وخلينا حالنا ننهار ونعمل اكتئاب، ساعتها ما رح فيها الإيجابية تفوت لعنا، حتى لو قرينا مليون كتاب وحضرنا مليون محاضرة ورحنا عند 100 معالج ما رح يمشي الحال. أنا الإرادة موجودة عندي مثل ما ذكرت، شي 90% من القوة موجودة عندي. أنا وجع الماضي بده مواساة تعاطف معي من قبل أشخاص جيدين، الحاضر بدي برمجه أنا أعرف عيش هالحاضر، ما راقب الآخرين، اشتغل على حالي وما خلي جسمي ينحط هيك، يخليني أنا إنسان أبضاي، أنبسط بالإشياء. وهون شو بصير؟ بصير إذا وعيت الصبح ولقيت في غطيطة وشتة هيك، هلأ موسم شتوية بدها تجي، ما أقول يي غيبب على خلقي وأسود وكيف بدي أعمل وشتة، بالعكس كتر خير الله عم تشتي، للطبيعة حلوة، المي حلوة، هيدا شيء ربنا عامله. ساعتها برمج دماغي تنبسط بكل شيء معقول يحسسني انه انا انسان بدي افكر بالسلبيه. ومثل ما ذكرنا المستقبل، بس يصير وقت المستقبل بشتغل عليه. انا هلا ما بدي افكر بالمستقبل، انا هلا مبسوط معكم على التي في وهذا بيبسطني وما بدي شيء ثاني، وكثر خير الله. الحمد لله، وأكيد نحن مبسوطين بوجودك معنا دائما مسيو بشارة، وبكل هاي الإيجابية والطاقة الحلوة والأفكار الحياتية اللي أكيد تهم كل شخص. شكرا كثير للمشاركة بهاي المعلومات حول موضوع الإيجابية، وإن شاء الله يكون عنا لقاءات تانية مقبلة نغتنم بمواضيع تخص الحياة وتخص العلاقات اللي هي مهمة لكل واحد منا. شكرا كثير لحضرتك. الله رد. شكرا. ميسي.